فريد شوقي وهدى سلطان. اتقابلوا للمرة الأولى في فيلم حكم الأول سنة 1951، وطلب فريد شوقي منها الجواز قبل نهاية تصوير الفيلم، واتجوزوا وحققوا نجاح كبير قوي مع بعض في مشوارهم الفني، وقدموا حوالي 20 فيلم سينمائي منهم بيت الطاعة والأسرة حسن وجعلوني مجرمة. لكن بعد تداول أخبار عن مغامرات فريد شوقي العاطفية في الصحف والمجلات، طلبت هدى سلطان الطلاق وانفصلوا عاطفياً وفنياً. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. شكراً، تحية.